جهات القتال الوقوف بحزم وقوة بوجه الإرهابيين والدفاع عن أرواح وممتلكات مواطني كركوك دون تمييز. وهنأ مقاتلو البيشمركة مواطنو كركوك بمختلف قومياتهم ومكوناتهم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، مشددين على أنهم سيظلون ساهرين دوما على راحة وسلامة المواطنين، وأنهم سيكونون سدا منيعا بوجه المجاميع الإرهابية، كل من تسول له نفسه الحاق الأذى بكركوك وأهلها. ووجه مقاتلو البيشمركة التحية لأرواح رفقائهم الأبرار من البيشمركة الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل الحرية وأحلال الأمن والسلام، متعهدين بالبقاء على خطاهم والتصدي للإرهابيين ودحرهم أينما وجدوا. عام انقضى وعام أقبل، وقوات البيشمركة البطلة لا يغمض لها جفن، وهم يدافعون بكل حزم واقتدار عن جميع مكونات كركوك دون تمييز. ملاحم وبطولات سطرها قوات البيشمركة في العام الماضي، ومع لحظات دخول العالم العام الميلادي الجديد، جدد أبطال البيشمركة حرصهم للدفاع عن كل شبر في أرض كردستان والمناطق المستقطعة ودحر الإرهاب أينما كان. نتقدم بالتهنئة بمناسبة إطلالة العام الميلادي الجديد، ونتذكر بكل فخر واعتزاز شهداء البيشمركة الأبرار، ونجدد حرصنا للدفاع عن كل شبر من أرضنا. ونحن اليوم وفي هذه الدقائق التي ندخل بها عامنا الجديد، نطمئن جميع المكونات في كركوك أن نحافظ على الأمن والاستقرار وندحر الإرهاب أينما كان. قوات البيشمركة البطلة تقدمت بأحر التهاني والتبريكات لأبناء كركوك وكردستان بمناسبة العام الميلادي الجديد، مجددين العهد بالوفاء لحفظ الأمن والاستقرار والوقوف بحزم بوجه الإرهاب. كقوات البيشمركة نحرص دائما أن نكون أوفياء للدفاع عن الحرية والأمن والاستقرار، ونهنئ الجميع لمناسبة العام الميلادي الجديد، وسنقاتل حتى ندحر الإرهاب. نتقدم بالتهنئة لجميع مكونات كركوك وأقليم كردستان، وسنحافظ على أمن واستقرار مناطقنا، وليطمئن الجميع أننا هنا للدفاع عنهم. نهنئ الجميع بمناسبة العام الميلادي الجديد، ونتذكر بكل فخر واعتزاز شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، ونحن سنبقى على العهد بالوفاء حتى يدحر وينهزم الإرهاب أينما كان. دليل بطولي آخر يؤكد بأن قوات البيشمركة البطلة ساهرة من أجل الدفاع عن جميع المكونات مع إطلالة العام الميلادي الجديد، ولينعم أبناء كركوك بالأمان والسلام. يشار خالد، فضائية كركوك. هنأ مواطنو كركوك